أهلا بكم من جديد. مستهل هذه النشرة كان تأثير نشر تقرير مولر وتحوله إلى سلاح في المعركة السياسية بين إدارة ترامب والديمقراطيين المنقسمين على ما يبدو في مسألة البدء بإجراءات عزل الرئيس. كما ناقشنا الحملة الغريبة التي تشنها كوريا الشمالية على وزير الخارجية مايك بومبيو ورده بأنه لا يزال رئيس فريق المفاوضين. وبعد لحظات سنفتح ملف السودان مع تكثيف المحتجين ضغوطهم على المجلس العسكري الانتقالي واستعداد المعارضة للكشف عن قائمة مرشحيها للمجلس السيادي المدني. إذن احتشد آلاف المتظاهرين خارج مقر القيادة العامة للجيش للضغط على المجلس العسكري الانتقالي لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية. اتصل ليل متظاهري السودان بنهارهم، فهم لم يهجعوا احتجاجا على استمرار المؤسسة العسكرية في حكم البلاد بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير. أبرز التظاهرات هي تلك المقامة أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة الخرطوم التي شهدت اليوم أداء صلاة الجمعة في مشهد آخر من مشاهد التضامن بين السودانيين. منظمو الاحتجاج في السودان صعدوا لهجتهم في الدعوة لانتقال سريع إلى سلطة مدنية، فتجمع المهنيين السودانيين أعلن في بيان نيته الكشف يوم الأحد عن تشكيلة مجلس سيادي مدني يحل مكان المجلس العسكري الحاكم، وأضاف أنه سيتم إعلان أسماء أعضاء المجلس خلال مؤتمر صحفي يعقد خارج مقر القيادة العامة للجيش، ودعا التجمع الدبلوماسيين الأجانب للحضور. المجلس العسكري بدوره لم يستجب للمطلب الرئيس بإزاحته من الواجهة، وواصل إجراءات الإقالة التي دأب عليها في الآونة الأخيرة لتشمل مسؤولين جدد في بعض الوزارات. أما البشير الذي يقبع في أحد سجون الخرطوم فما زالت الاتهامات بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان تلاحقه، وقد وصفت منظمة العفو الدولية إفلاته من العقاب حتى الآن بأنه فضيحة دولية وخيانة للضحايا، مطالبة السلطات العسكرية بتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية. ونبقى في السودان حيث غيرت النشطات السودانيات ملامح الشارع السوداني وتحولنا إلى رمز للحركة الاحتجاجية. ما عاد البشير قادرا على كتم أصوات هؤلاء الثائرات اللواتي ملأن شوارع السودان المحتجة صرخة مدوية للحرية. معركتنا حقيقة طويلة كنساء بسبب التأصيل، بسبب الهوس الديني. معركة نضال طويلة إذن هي ما تنوي نسوة السودان خوضها لبناء مستقبل لا تجرؤ الأنظمة فيه على جلد القوارير في وضح النهار وسط حشود من الرجال. بتتعرض لمحاولة للضرب وانت وسط حشد من افراد الامن ومن ضباط الامن. احساس حقيقي مرير ومؤلم جدا. قتلت هؤلاء النساء العديد من السلطات في الوقت الذي وصلوا فيه الى جهاز المخابرات والامن الوطني، فلم يعد الامر مخيفا بعد الان. لسان حال السودانيات اليوم يقول بعد سنوات الاضطهاد والتهميش والتعنيف ما عاد لنا إلا خيار الحرية والمساواة والديمقراطية والمضي قدما إلى الأمام، فقد أحرقنا سفن العودة إلى الوراء. في الجمعة التاسعة للتظاهرات في الجزائر توحي مظاهر الحراك أن تحقيق جميع المطالب هو الطريقة الوحيدة لعودة الجزائريين إلى بيوتهم. ساحات الاعتصام تحولت إلى ما يشبه المسارح، ففيها يعبر الجزائريون كل بطريقته عن رفضهم للحقبة الماضية وتصوراتهم للمستقبل.